لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. في فيلم بقى ممل، بقى دمه رخم، بقى لنا شهر ونص عمالين نتكلم فيه، بقى لنا سنه بنتكلم فيه. فيلم فرجاني ساسي، فيلم فرجاني ساسي بقى رخم. النهارده لسه نادي الزمالك بيقول لك سنتخذ كل الاجراءات القانونيه ضد فرجاني ساسي للانقطاع عن التدريب وارساله خطاب بان علاقته تنتهي بنادي الزمالك في نهايه مايو، والكلام كله انه سافر قطر عشان يوقع مع النادي اللي هينضم له. الدحيل قال الكلام ده امبارح كابتن مدحت شلبي، ما طلعش حاجه حتى الان رسمي. لكن في الاخر انت بتتكلم في ايه؟ لعيب ازاي يبقى موجود في فرقه ويسيبها ويمشي؟ ما هياش طابونه. ولحد النهارده سيبه شهر ونص على امل انه يرضى عني ويجي يوقع. طب هو ما وجهلكش وبعدين ايه؟ وانا بتحرك بقول له ان للتعاقد ده، لان انا عندي خطاب من الاتحاد المصري لكره القدم بيقول ان الدوري لسه هينتهي 26 اغسطس. يا بيه هو ازاي يتعاقد وهو متعاقد اصلا؟ يعني ازاي يتعاقد مع نادي وبقى عقد عنده؟ ازاي يخش على التي ام اس يسجل اسمه واسمه مسجل في الزمالك؟ فين الناس اللي في الزمالك تفوق كده معايا؟ تفوق في لعيب مسجل على التي ام اس في الاتحاد الدولي، انت داخل تسجل كنادي قطري او نادي اماراتي او نادي سعودي او نادي مغربي، بتسجل نفس الاسم، ما يقبلش السيستم، ما يقبلش السيستم، يرفض، يقول لك عفوا ده الراجل ده مسجل في نادي الزمالك. فانت النهارده مش يعني لازم نادي الزمالك يخش بقوه، وموجود الاستاذ عمرو ادهم بقى فاهم في مثل هذه الامور يتحرك فيها وياخد فيده حسام المندوه ولا هاني بيرز داي ولا حسين لبيب، لازم يتحركوا بقوه. اتحرك بقوه، اتحرك بقوه، ما تتحركش وانت عندك حاسس انك ماشي على قشر بيض خايف لا تزعل ده وتزعل ده. مصلحه الزمالك هي الاولى وهي الاهم، وانتوا بتعملوا لمصلحه الزمالك، ولما جددتوا للونش وجددتوا لاحمد سيد زيزو عشان مصلحه الزمالك، فانت ما تخافش وانت بتتحرك. الناس اللي هم دراويش فرجاني ساسي مش هيفيدوك بحاجه. الناس الدراويش فرجاني ساسي بتاع الكلاب هاوس وتويتر والحاجات ديت مش هيفيدك بحاجه. الرسمي ايه؟ خده. ما ينفعش يمضي في نادي تاني وهو مقيد في نادي. ازاي هتخرجه من السيستم ازاي؟ يعني هتطلعه هيسيده ازاي؟ ده هو مقيد عندك. مقيد للنهايه الا اذا كنتوا بتضحكوا علينا. الا اذا كنتوا بتضحكوا علينا وهو اصلا مش مقيد. او عقده ما بيقولش ان هو لنهايه الموسم وبيقول له 30/5. يبقى هو عنده حق لان هو قال لك 30/5 علاقتي انتهت بيه. خلاص. فالنادي الزمالك قال لك ايه؟ ان لا ان احنا هنستند الى خطاب اتحاد الكوره اللي بيقول ان الدوري بينتهي في 26 اغسطس، و احنا قمنا بايداع كافه مستحقاته في حسابه الشخصي وبعد خصم الضرائب وفقا للقانون والجزاءات الموقعه عليه. الخلاف على موضوع الضرائب وموضوع الست ماتشات اللي خد فيها العقوبه. نادي الزمالك لازم يعاقبه طبعا، ما هوش على راسه ريش، مش على راسه ريش، ودراويش فرجاني ساسي مش هينفعوا نادي الزمالك لما تيجي عليه غرامه ماليه ولا لما يقضوه. فهل انت كده تقف مع لعيب متمرد وهارب، متمرد وهارب ضد اداره ناديك؟ لا طبعا. انا بحيي حسين بيه لبيب انه خد كل الاجراءات اللازمه للدفاع عن حقوق نادي الزمالك هو مجلس الاداره الموقر، ونتمنى ان هم يحصلوا على حقوق نادي الزمالك في هذا الامر. على الجانب الاخر، على الجانب الاخر، اشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك وجناحه الخطير، ناس زعلانه قوي ان انا قلت ان اشرف بن شرقي افضل للزمالك من رمضان صبحي. هو انا بتكلم غلط؟ هو فعلا افضل للزمالك من رمضان صبحي؟ ليه؟ ما انا اقول حاجه يعني قبل ما تقول اتفق او اختلف قول لي ليه؟ اقول لك ليه؟ بعد اذنكم بس اوضح الحته دي. اسمعوا مره اشرف بن شرقي واحد منسجم مع لاعبي نادي الزمالك، منسجم مع معلمين نادي الزمالك، شيكابالا واحمد زيزو يوسف اوباما، منسجم معه محمود علاء وجنش وابو جبل والونش وكده، منسجم معاه.
اتنين في حالة من الألفة، تلاتة اللعيبة لعيبة نادي الزمالك المعلمين ما بيقولوش اللي خدت كذا وكذا، وهو مش قرن عليهم، بالعكس علاقته بهم طيبة، علاقته بهم طيبة. طب لو رمضان صبحي جه، اسمع بس يقولك عليه، خد مني، الناس هتقير منه، هو هيجي بمبلغ مالي كبير، هم مش هيقبلوه كلاعب مصري، مش هيقبلوه قابلين لأشرف بن شرقي، يقولك ده محترف. اتنين هيبقى جاي عشان يبقى هو فاهم نفسه المعلم او النجم الاول، محدش هيتعاون معاه ولا يساعده ولا يسنده، عكس اشرف بن شرقي. طب اشرف بن شرقي هو بيلعب هاف ليفت، هداف الدوري وخبره بيوجه، فانا شايف ان اشرف بن شرقي افضل من رمضان صبحي لفرقه الزمالك كقوه متماسكه. لكن لو جبت رمضان صبحي يا ريت، انا عاوز اشوف رمضان صبحي في الزمالك ماذا يحدث لو انضم رمضان صبحي للزمالك، يعني لو الاداره عندها الجرأه تخلص الصفقه. هو بيقول لك عاوز اروح الزمالك، روح الزمالك. والتبرعات بتاعت نادي الزمالك حتى الان ما نعرفش وصلت لكام، وهل اللي وصلوا ليه بالتبرعات يقدر يجيب رمضان صبحي؟ عايزين نعرف، لان في ناس زملكاويه اصلاء ومحترمين ومحدود الدخل المادي وتبرعوا لنادي الزمالك، انا اعرفه.